شنو الدوافع اللي تخليه يودي وراء عمر بن سعد ويطيل الجلسة معه هذه المرة الجلسة الطويلة؟ يا سيدي عمر بن سعد يسموه ابن سادس الإسلام، زين، الحسين ما يريد أمثال هذا يصبح وهو إغراء للدنيا بالجهل، يعني مثله يجب أن يكون بمنجات عن التورط بهذا الموقف اللئيم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الحسين يكره أن يبتلي واحد من الناس بدمه. يقول لبعض أصحابه: أنت قررت أن تروح، لا تسمع واعيتنا، لأن من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على منخريه في النار. الحسين يريد يبين حرصه على إنقاذ أي واحد من أن تتلوث يده بدماء النبوة، بدماء أهل بيت رسول الله. نعم، وإلا أجوك شنو الدافع اللي يخلي الحسين يبكي 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 يوم العاشر؟ بكى، اجت لي أخته قالت له: فداؤك روحي يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله مثلك يبكي. قال: أخي ما لنفسي بكيت أنا، لا تتصورين، يعني لا يخطر بذهنك شيء، أنا أبكي من أجل هؤلاء يدخلون النار بسببي. الحسين حرصا على هذا المعنى ودع وراء عمر بن سعد. بس عمر بن سعد غلبت عليه شقوته، قال: أنا صحيح، أنا أعرف أنت منو، وأنا أعرف أن قتالك شنو عواقبه، لكن أنا أخاف من عبيد الله بن زياد، شوف الهمة عندما تهبط. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.